مفاتنها تسترها عن أنظار العامة ترقى عند الله. هي العبادة الأولى، مفاتنها لزوجها ما في قيد ولا شرط، ولمحارمها أبوها وأمها وابنها وابن ابنها وأخوها، هذول محارم. فلبس المحارم لبس الخدمة. شو الخدمة؟ نصكم أبة عالية ساتر يعني للركبة. نعم. هذا ثياب الخدمة اسمه، حجابها مع محارمها هو ثياب الخدمة، مو بالأكمام مثلا، مو أقصر من الركبة. طب دكتور، اللي بتصلي وبتصوم وبتعرف الله وبتلبس مثلا الجلباب اللي له فيه ديكور وجلباب اللي فيه ألوان، يعني هل هذا الشيء ممكن يأثر على صلاته وعلاقتها مع الله؟ ننصحها طبعا. نعم. أنا ما بدي تلفت النظر. نعم. أنه المرأة العبادة الأولى التي ترقى بها عند الله أن تستر مفاتنها عن الأجنبي، والطريق كله أجانب بالطريق. سبحان الله. هاي سيدي إلى أجر كبير فيه. الله يفتح عليك يا شيخ. لكن بعد فترة تألف ذلك وترضى وترفض غيره بعد فترة.